الاوردر اللي وصل طبعا دي من انظف الشركات اللي بتباع بوارات. الباور ده 400 واط شديد جدا، خلي بالكم بوارات مش بهارات عشان نبقوا واضحين. عايز نجربها لكم طبعا. هنا انت لو عايز تنفخ، مش تنفخ ببقك، تنفخ به هو. بص مثلا عايز اجرب لكم كده، لحظة اجرب لكم مثلا لو هننفخه، فهو شديد جدا عشان 400 واط، يعني عايز نقول لك بيطلع لك النمل كله اللي تحت البلاط. عندكم مثلا دي لو عايز تحوش فيها فلوس زي كده، بنهزر، دي مش بتحوش فيها فلوس. احنا لو عندنا مثلا عايزين نشفطه، مش ننفخه، نشفطه. طبعا دي ممكن تركبها في الحنفية لو انت عايز، يعني عشان تنزل لك مية هنركبه كده. ده احنا لو عايزين ايه، ننفخه، نشفطه قصدي. ركبناه، وهنا مثلا ركبه عندنا من قدام. دي دقيقة، انا مش عارف ليه حاسس نفسي هنركب في الفوطة بتاعت الدراسة. دقيقة، ايوه تركبك كده، بيشفط لك. يعني انت لو حطيت ايدك هنا وشغلت هتحس بالشفط، شايفين؟ طب والله دراسة، ما علينا. يعني مثلا لو حابب انت تثبت السرعة بتاعته، فعندك سواء انت بتشفط او بتنفخ مش ببقك، بيه هو. دوس مثلا عليها كده، بعد ما تضغط عليه جامد كده تدوس على دي، ثبت لك السرعة بتاعتها، يفضل شغال معاك على طول يعني. بس ده بالنسبة للباور اللي جاي.